كثير من المعمولات، فهذه الكلمات التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه اللذات، لو تفكرنا فيها أو لو عملنا بها لكان الخير الكثير. من إكثار ذكر الموت أنك تترك الدنيا ما استطعت. من فوائد ذكر الموت أنك تتعالى عن فعل ما لا يليق بك. من إكثار ذكر الموت أن تجعل الموت نصب أعينك، وأنك لا بد مفارق، فلا تغفل في هذه الدنيا ولا تسكر بهذه الدنيا فتنسى الآخرة. لا يغرنك صحة ولا مال ولا شباب ولا قوة ولا عفوان ولا أي شيء من هذا، فإذا نزل الموت بك فذاك لا محال منه. لا بد لكل منا من هذه اللحظات، لا بد، لا مفر لأحد منا من ساعة يلاقي فيها ملك الموت فيترك الدنيا وما فيها. لو وقفت على القبر حين تدفن أحدا ونظرت في هذه الحفرة الضيقة المخيفة الموحشة إلا على من يسر الله لها، فتفكرت أنك ستنزل بها وحيدا وسيغلق عليك القبر، ولن تكون جثة هامدة من غير إحساس، لأننا نحن مسلمون، والمسلم من عقيدته تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، ومما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يحيا بعد الموت إما بنعيم وإما بعذاب أليم. هذا ليس خرافة ولا ضربا من الوهم، هذا حقيقة، أن الإنسان بعد موته إما أن يشعر بالراحة والنعيم وإما أن يشعر بالعذاب الأليم والعياذ بالله تعالى. ولذلك كان ثالث الخلفاء عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، إذا وقف على القبور أحيانا بكى حتى يبل لحيته، ثم يقول إيش؟ القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، أول مرحلة من الآخرة يوم يحملك أعز الناس إليك، يوم تحمل مجردا من الدولار، من الساعة، من الهاتف، من المال، تجرد عن كل شيء وتنزل في هذه الحفرة. هذا أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. لذلك ينبغي لنا أن نعمل بهذا الحديث، أن نذكر الموت مش فقط في العزاء، كل يوم ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه ويقول لابد أنا مفارق، لابد أنه سيأتي يوم كما أعزي بغيري يعزى بي، لابد أنه سيأتي يوم سأكون أنا تحت التراب. ما النجاة؟ رأس النجاة أن يموت الإنسان على الإيمان، أن يموت على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، أي أن الله تعالى غني عن السماء والملائكة والعرش والكرسي. الله الذي نعبده ليس صورة ولا حجما ولا شكلا ولا هيئة، ليس كمثله شيء. من كان على هذا الاعتقاد فهو يعبد الله، أما من عبد شيئا فوق العرش أو شيئا يطلع وينزل أو ضوءا أو نورا أو حجما أو شكل نحو ذلك، فهذا لم يعبد الله، هذا يعبد الحجم، يعبد الصورة. والله رب كل شيء، الله هو المصور، هو خالق الصور. مستحيل أن يكون ذي صورة، مستحيل أن يكون بمكان، مستحيل أن يكون على العرش، لأن العرش وحملته مخلوقون لله، محمولون بقدرة الله عز وجل. من مات على الإيمان، على هذه العقيدة، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا يكون سعيدا منعما بعد موته. فليحرص كل منا على هذا، وليذكر كل منا نفسه. والمصاب إذا أصيب بمصيبة فعزاؤه أن يقول كما أمر الله في القرآن الكريم: الذين
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معناه يا رب أنت تتصرف بنا كما تشاء، لا يعترض على الله عز وجل، الله خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء لا يعترض عليه. فمن قال هذه الكلمة الطيبة جزاؤه كما قال الله في القرآن، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تنزل عليهم صلوات مخصوصة. واليوم نحن نعزي إخواننا الكرام بفقد أعز ما عندهم، الأب، الوالد. الإنسان لما يفقد والده يا إخوان فقد السند، فقد الذي يرعاه منذ أن خرج إلى هذه الدنيا وهو يحمل همه. لذلك الوالد والوالدة لا يعوضان، مصيبتهما لا يعوضان. لن يكون لك في عمرك مرتين الوالد، الوالد مرة واحدة في العمر. فمن أكرمه الله وأدرك والده فليتمسك بأذياله رضا لله عز وجل، وليذكر قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت الزمه وإن شئت اتركه. الوالد أوسط أبواب الجنة، وجاء في رواية أخرى: رضا الله برضا الوالد. معناه من أرضى والده طاعة لله يصل إلى رضا الله عز وجل. هذا الوالد الذي كثير من الناس في هذه الأيام لا يعرفون قدره إلا بعد فقده. نحن اليوم كثير من بيوتات المسلمين تعيش جفاء وقسوة وعقوقا في حق الآباء. هذا يصرخ في وجه أبيه، وهذا يهمش أباه، وهذا لا يعطيه قدره، وهذا يرفع قدميه في وجهه، وهذا يتكلم في حضرته وكأن أباه لا شيء. هذا الأب الذي أمر الله عز وجل برضاه وجعل رضاه ورضا الأم بعد توحيد الله عز وجل في الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعلينا أن نتذكر فضل هذا الأب الذي مذ أن خرجت إلى الدنيا وهو يحسن إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك إخوان، من كان له أب، من كان له أم، فليحرص ليل نهار على أن يبرهما، حتى لا يدخل في الحديث. إيش هو الحديث؟ أنه عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه وفي رواية ارتقى المنبر فقال: رغم أنف عبد، هذه رغم أنف بالعربي استعملوها يعني كأن أنفه في التراب، معناها خسر خسارة كبيرة. ثلاث مرات قال رغم أنف. قالوا: من يا رسول الله؟ من هذا الذي خسر خسارة كبيرة ثلاث مرات؟ إيش قال؟ من أدرك والداه ولم يدخلاه الجنة. من أعطاه الله هذه الفرصة أنه أدرك والداه فهجرهم لأجل الأولاد وقطعهم لأجل الدنيا وعنفهم وعقهم وكسر قلوبهم وعمل ما يفعل أهل الدنيا أغلب الناس في هذه الأيام من العقوق والجفاء والقسوة على الآباء والأمهات، هذا موجود في كثير من بيوتات المسلمين. فمن أدرك والديه ولم يكونا سببا في إدخاله الجنة فقد فاته خير كثير. رحم الله من مات من آبائنا وأمهاتنا، ومن مات أبوه أو أمه والآن يتحسر يقول: أنا أعرف أن الشخص قد يقول: لو أن لي أب وسمعت هذا الكلام كنت فعلت. ممكن أن تفعل، لأن رجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أبي وأمي ماتا فهل لي من بر لهما بعد الموت؟ ماتوا، إيش فيني أعمل؟ لا فيني بوس إيدهم ولا فيني بوس راسهم ولا فيني بوس إجرهم. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أن تدعو لهما. الدعاء للوالدين قرب إلى الله، استغفار للوالدين قرب إلى الله. لا بأس الإنسان، هذا عمل حسن، أن كل يوم يجعل لنفسه وقت يستغفر لوالديه.
كان بيستغفر له الله وعم يلعب بهذه اللعب ويده التليفون وعائلته بفلان وفليتان. لذلك الإنسان إذا لم ينتبه لنفسه يفوت خير كثير. قال أن تستغفر لهما وأن تصل أرحامك أقربائك، تستغفر لوالديك من القرب العظيمة عند الله أن يستغفر الإنسان لوالديه. ما أجمل بعض الأولاد البارين، رأيت بعض الأولاد البارين في أيامنا جعلوا على هواتفهم تذكيرا لهم بأمهاتهم وآبائهم. رجل الله تعالى يعطيه على ما نوى، وجدت في هاتفه يكتب له ألارم كل يوم الساعة 10 صباحا يضرب الألارم يقول أمي أمي أمي، فأنا استغربت، فقال هذا حتى يذكرني حتى أقرأ لأمي كل يوم بعض صفحات من القرآن الكريم. مثل ما نذكر العقوق بإنسان بدلنا، كمان نذكر هؤلاء الطيبين البارين بأمهات وآباء، اللي إذا دخلت في منهم دخلت على بيوتهم بتلاقي حاطين ستيكرز فوق التخت لا أنسى أمي، مش معناته أنا لا أنسى أمي أنه بحبك بس، يقرأ لها. هذا من البر يا إخوان. فمن مكنه الله أن أدرك والداه فليعمل على رضاهما. لا ترد على أبيك بكلام، لا تتكلم في وجهه بعنف، لا تشعره بالقسوة، لا تشعره كأنه لا شيء في حياتك، لا تنغر وتجد نفسك لك عضلات وتفهم تعرف تحكي تعرف تروح معك شهادات وتسوق سيارة أنك لست بعازة إلى هذا الأب. الأب هو الذي يدعو لك في جوف الليالي، الأب هو الإنسان الوحيد حولك الذي يتمنى لك الخير أكثر ما يتمنى لنفسه. هذا الأب، هذا الأب الذي إذا قال له الناس ولدك أحسن منك يفرح، أما إذا قال له أخوك أحسن منك بيزعل. هذا الأب فقدانه فقد عزيز، فقدانه لا يعوض، هذا حالة في العمر مرة واحدة. لذلك هنيئاً لمن كان باراً بأبويه، ورحم الله تعالى آباءنا وأمهاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يرحم من كان اجتماعنا بسببهم. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أبدلهم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم، وأنزلهم منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. اللهم إنك أعلم بحالهم، اللهم إنهم نزلوا بساحة رحمتك فارحمهم يا أرحم الراحمين، واغفر لهم ذنوبهم واجعلهم في أعلى عليين. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخاتمة الحسنى منك بخير أجمعين. اللهم ربنا رب العالمين، نسألك يا أرحم الراحمين أن تحسن ختامنا، وأن ترحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن تجمعنا بهم في دار رحمتك يا أرحم الراحمين. يا محيي العظام وهي رميم، يا جامع الناس بيوم لا ريب فيه، اجمعنا بأحبابنا وإخواننا في ظل يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم اجعلنا ممن يتعظون بالموت، اللهم اجعل الموت خير موعد نرتقبه، والقبر خير بيت نعمره، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، اجعلها آخر أيامنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تردنا إلى أرذل العمر، توفنا وأنت راض عنا أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا المسلمين، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اغفر لمشايخنا ولمن له فضل علينا، اللهم أوصل ثواب ما تلونا وما سنتلو في هذا المجلس ثوابا واصلا إلى من بسببهم اجتمعنا. آنس غربتهم وارحم وحشتهم وأكرمهم بكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تفتنا بعدهم، ربنا لا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات
لأرواح وأرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة.